بإعادة شرح طريقة استخدام كريم المقشر الريتن اي اللي هو الدفرين أو الأكريتين، وشنو أفضل غسول مرطب معه. أنتم شايفين هذه كريمات الدفرين والأكريتين، طبعا الدفرين يحسس البشرة أقل من الأكريتين لأن الأكريتين أقوى من الدفرين، بس أفضل الدفرين. أول شيء تسوونه أن تأخذون كمية قليلة حيل من المقشر، أهم شيء كمية قليلة حيل، وتخلطونه عشان تخففونه مع الألفا كورت. عشان الدفرن يصير مخفف وما يحرق البشرة وتتعود عليه بسرعة، لازم تخلطونه مع الهايدروكورد أو الألفا كورت، هذيل مثل بعض، ماركات مختلفة. وقت الاستخدام بالليل، نحطه ساعة ونغسله حق البشرة حساسة حيل أو ينامون فيه. طبعًا مرة كل 3 أيام أول أسبوع. ثاني أسبوع يوم وترك. ثالث أسبوع نستخدمه كل يوم. لما تتعود البشرة عليه، أهم شيء إن البشرة تتعود عليه. وأهم من هذا كله إنه ينحط على البشرة كلها بس بعيد عن العين الهالات وبعيد عن الحلج. كثر ما أشرح الشيء هذا ما زالوا في ناس يحطون على العين وإذا قشر البشرة حيل أو حرقها تتركونه 3 أيام وتحطون عليه البيبانثين لما يلتئم الحرق وتردون على الخلطة مرة ثانية. زين شنو الروتين اللي ممكن نستخدمه مع كريم المقشر عشان تتعود بشرتنا عليه؟ يعني شنو أحسن غسول وأحسن مرطب وأحسن حماية من الشمس مع المقشر؟ أنصح بغسول مثل أفين، يعني يكون حق البشرة المختلطة والدهنية بس ما يكون يعني جفف حيل مثل نتروجين اللي فيه سلسلك أسد. ترقت أو تقشرت البشرة حيل من المقشر، أنصح ببانثين مؤقت 3 أيام بس، بس كروتين يومي أنصح بشغلات أخف من البانثين اللي هو نتروديرم. أو الحين بفتح باب الأسئلة، راح أشوف الأسئلة بالخاص وأجاوب عليها بالعام لكم عشان الكل. أول سؤال، هل هذه هي الخلطة الثلاثية؟ لا طبعاً، الخلطة الثلاثية شيء ثاني، تعتبر حق تفتيح الآثار ولها يوم ثاني راح أتكلم عنها. سؤال، إحدى المتابعات تقول صار لها شهر تستخدم المقشر وما شافت أي نتيجة. واضح أختي إنه مو فاهمة شنو موضوعنا اليوم. يا أختي الفاضلة، تكلمت أول أمس عن شلون نعالج الرؤوس البيضة والسوداء وحبوب تحت الجلد في البشرة، وقلت إن كريمات التقشير ما تفيد، وقلت إن الحل إما بحبوب الرؤكتان إذا كانت الرؤوس البيضة والسوداء من حيل منتشرة ومشوهة للبشرة، وإذا كانت شوية نشيلها بالحديدة الإكستراكتر وردكم إياه. وقلت إن هذه الحلول، وعقب ما تصفى البشرة نستخدم كريمات التقشير الريتن اي الدفرين والأكريتين عشان نحافظ على النتيجة. فهمتي؟ فاليوم موضوعي عن الحفاظ على البشرة الصافية باستخدام كريمات التقشير، مو التقشير عشان نعالج مشاكل. سؤال، هل في بدائل حق هذه الكريمات اللي وردتكم اياها التقشير؟ هل في كريمات ثانية؟ نعم في بدائل، الحين اقول لكم. فيش كثر كريمات تنباع بالصيدليات الخاصة مثل الدفرين والاكريتين. شلون تعرفونها؟ تلاقون مكتوب عليها داخلها ريتينول. اذا هذه الكريمات الريتينول مثل الدفرين والاكريتين، الفرق انه شنو؟ هذيك اسعارها على 30 40 والريتينول والاكريتين موجودين مجانا او بدينار ونص. اذا الشركات، شركات الادوية والكريمات تاخذ مادة ريتينول وتضيف عليها شوية فيتامين سي ومواد ثانية وتبيعها بأسعار خيالية، بينما هذا نفس الفعالية. بينما الدفرين والأكريتين مثل هذيك الكريمات بالضبط، لكن أسعارها رخيصة جدا، دينار ونص أو مجانا. طبعا الدفرين والأكريتين ما يصلحون حق الحوامل، حتى الكريمات اللي فيها ريتينول ما تصلح حق الحوامل. البديل بحط لكم صورة كريم الحين حق الحوامل واللي يرضعون، حق الحوامل واللي يرضعون ما تصلح لهم مقشرات الريتن اي، هذا هو البديل، مقشرات احماض الفواكه AHA. طبعا استختاره 10% افضل واخف.